الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شبيه المغربية، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وأنتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. اليوم غادي نحط واحد توثيقة وقبول في نفس الوقت خطيرة إن شاء الله، غادي ديروها بحول الله وقوته. البنت اللي معطلة على العمل، واحد السر اللي خازنينو عليك بزاف الناس غادي نعطيه لك اليوم. الوصفة رائعة، توثيقة وفي نفس الوقت هي قبول رائع بالنسبة للناس اللي عندهم حظ قليل، بالنسبة للناس اللي عندهم سحر ومعطل لهم الأحوال، بالنسبة للبنت اللي تتكون جو فيها خطاب وتبان في صورة بشعة، البنت اللي تشوف أي حاجة ما تتحققش في حياتها تدير هاد الوصفة إن شاء الله. البنت أو الولد اللي معطلين على العمل، أو الناس اللي عندهم مشاكل في الحظ، ما عندهمش الحظ، عندهم ديما الحظ السيء، ديما هما عندهم حيرة في الأمر ديالهم، وديما عندهم تابعة اللعينة اللي مسبة لهم قلة الشان وتا حاجة ما ناجحين فيها. إذا الوصفة ديال اليوم هي عبارة على وصفة رائعة اللي غادي تعطيكم واحد الطاقة إيجابية، غادي ديروها مدة كل أسبوع، ديروها مدة يوم واحد فقط، تغسلوا بها، اختاروا الأيام اللي بغيتوا، يوم من الأيام اللي بغيتوا، الخميس، الجمعة، السبت، الحد، حتى الأربعاء تقدروا تغسلوا بها إن شاء الله. ولكن اليوم عندي هاد الغسلة أو التوسخة بالماء. كاين الناس اللي ما تيبغيوش انهم يوسخوا بالبخور اللي تيديروه في المجمر، او انهم يديروا بخور تب المقلاة، ما تيبغيوش تيكونوا مع ناس وما تيبغوش انهم يغسلوا او انهم يديروا هاد التوسخة ديال التبخير. اذا تنتمنى انكم ديروا هذه بيقين ان شاء الله، وربي غادي يسهل الامور. بغيتي تطردي التابعه، بغيتي تحيدي عليك التابعه، بغيتي انك تكوني ايجابيه بحول الله وقوته. ولكن الناس اللي عندهم تعطيل الاحوال غادي يديروها، غادي يبيتوها ليله كامله، وان شاء الله الصباح رباح غادي يعوموا بها. اول حاجه غادي تمشي عند العطار، تمشي عند اي عطار قبلي، يكون عطار قبلي. غادي ناخذ اوراق الغار او ورقة سيدنا موسى، اوراق الغار او اوراق سيدنا موسى. عدنا العرعار معلقة مطحونة، عدنا القرنفل مطحون، عدنا سرغينة، عدنا سرغينة، سرغينة تطرد التابعة، تسرغينت او بخور السودان. سولوا عليه الناس اللي ما تعرفوش انهم تسرغينت، تيبغيو يسولوا عليها، هي بخور السودان. اذا تسرغينت او بخور السودان او سرغينة، احنا في المغرب عندنا تنقولوا لها سرغينة. عندنا اوراق الغار بدون عدد، عندنا معلقة العرعار، عندنا معلقة القرنفل، هي تشليلة قبول وفي نفس الوقت قبول في نفس الوقت تفوسخة. إذا تطرد التابعة وتطرد الحسد والعين، تترقدها ليلة كاملة بعد القراءة. أول حاجة تنقرب الوعاء، غادي إن شاء الله ندير معلقة ديال ندير معلقة ديال العرعار، معلقة ديال القرنفل، غادي ندير أوراق الغار بدون عدد، لأن هادو غادي إن شاء الله ديريهم ليلة كاملة يترقدوا. سرغينة وأوراق الغار والقرنفل والعرعار،
إذن احنا عندنا هاد المكونات اللي غادي ان شاء الله نحتاجو اننا غادي نغسلو بهم غسلة مرة في الاسبوع. غادي نديرها طيلة الشهر مرة في الاسبوع، نختار اي يوم بغيت، اما الخميس اما الجمعة اما الحد، اما مهم يوم واحد اللي تكوني جالسة فيه غادي نعوم بها مع الظهر او العصر، الظهر او العصر او الصبح. بعد ما غادي نقرا عليها باذن الله. اشنو خاصني نقرا عليها؟ نقرا على سورة الرحمن وسورة الصافات كاملة وسورة الجن. سورة الصافات وسورة الجن، سورة الرحمن بعد الفاتحة، الفاتحة مرة واحدة. غادي ان شاء الله نقرا عليهم في الليل ونخليهم نغطيهم بشي غطاء. اذا احبابي غادي نقراو هاد الصور ان شاء الله، وغادي ندخلو ان شاء الله الصباح اما ظهرا واما عصرا واما صبح. غادي ندخل الغرفة ديالي، غادي نصفي هاد المكونات، نخليهم على جنب، غادي نخليهم على جنب ينشفوا في الظل. غادي بحول الله وقوته بعد ما صفيت وقريت عليهم. اذا قرينا هاد الصور بحول الله وقوته بعد الفاتحة، الصور اللي عطيتكم، غادي نغطي هذاك الوعاء حتى للصباح، اما ندوش به صباحا ولا ظهرا ولا عصرا. بعد ما نصفيه، صفيته، خليت هذوك العشوب غنخليهم حتى ينشفوا في الظل، الوقت اللي نحس براسي انني متعبه او عندي حريق ديال الراس او اي حاجه، غادي ناخد اما قليل من هاد سرغينه وهاد اوراق الغار، وغادي ان شاء الله نحطهم غير فوق الغاز، فوق الغاز، ونشم الرائحة ديالهم فقط. أما الماء غادي ندخل الغرفة ديالي ونهز واحد الوعاء وندخل وسطه ونخوي عليه هاد الماء على الكتفين ديالي وعلى اليمين وعلى اليسار على الشعر، لأن ما فيش حنة، فيه غير عرعر وقرنفل وأوراق الغار وسرغينة. إذن حنايا عندنا مكونات اللي غادي إن شاء الله يعاونونا على طرد التابعة والنحس وقبول رائع بإذن الله. إذن تنتمنى أنكم ديروها بيقين. أول حاجة تغطيو هذاك الوعاء حتى الصباح باش ما تدخلوش الطاقة السلبية، وغادي نعتمد على القراءة، نقرب الوعاء ونقرأ بيقين أنني نكون مضية ومصلية. إذا كانت عندي العادة نحاول أنني من نقربش الى القرآن، نحاول تتسالي مني العادة، ونبدأ ان شاء الله في هاد القبول والتفسخة في نفس الوقت بإذن الله، لان القبول بالقرنفل رائع مع سورة الرحمن تتحيد العوارض، سورة الجن تطرد الجن او التوابع، سورة ديال الرحمن رائعة في طرد العوارض، وسورة الصفات تحكم على القرين، أي قرين عندك في الجسد ديالك تضبطو أنك تتكوني مزيانة حتى بصحتك. إذا أحبابي تنتمنى لكم الصحة والعافية، تنتمنى أنكم تخلوا لايك على الفيديو باش يطلع ويشوفوا أكبر عدد الناس يستافدوا من الفيديوهات، لأن الفيديوهات مفيدين، وفي نفس الوقت الناس محتاجين لهاد الفيديوهات باش أنهم يحيدوا من الشركيات ومن الحاجة اللي غادي يمشيوا لها اللي غتضر بهم بإذن الله. إذا أحبابي تنتمنى لكم الصحة والعافية وسلامة الوقت، وإلى وصفة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.